خلينا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع أو يتوضح لحضراتكم ولينا عن الجامعات التكنولوجية من الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الطاقة والصناعة بجامعة سمنود التكنولوجية. بنرحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أنا طبعا هتكلم عن الجامعة سمنود التكنولوجية وكلية الطاقة والصناعة على شكل خاص، لكن عايز عشان بس يبقى الشكل العام وبرضو عشان منساش هسأل حضرتك عن نظام الجدارة لأنه ما وضحش في التقرير لكن معظم الناس اتكلمت عليه، لكن خلينا في الأول في الشكل العام وفكرة لما يبقى دلوقتي حد ولي أمر بيفكر السنة الجاية أنه يدخل ابنه جامعة تكنولوجية أو كلية تكنولوجية، وبنقول بنربط بسوق العمل يا جماعة الجامعات دي اللي هيخرج منها هيبقى جاهز والسوق عايز الطلبات دي، تبسيط من حضرتك عشان الناس لسه مش مستوعبة، ناس كتير عدد كبير من الناس معنى ومفهوم الجامعات التكنولوجية. طيب يا فندم، أنا هتكلم الأول حضرتك على التعليم التكنولوجي بصفة عامة. بالظبط. الحقيقة هو مسار تعليمي مختلف تماما عن المسار التقليدي، ده بيمثل قاطرة النهضة الصناعية وبيعكس رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030. الفرق ببساطة بينه وبين التعليم التقليدي في ثلاث حاجات أساسية. أول حاجة إن الجانب العملي والتطبيقي لا يقل عن 60% الطالب أو الطالبة لازم يجتازوا. الحاجة الثانية إن التعليم بيتم وفق أسلوب الجدارة المهنية، بمعنى وأنا هشرح ديت بتفصيل شوية، إن أي نشاط أو محتوى دراسي الطالب بيقوم بيه في النهاية حضرتك لازم يلم بثلاث حاجات أساسية، جزء معرفي وجزء مهاري وجزء سلوكي. الثلاثة دول حضرتك لازم يتكاملوا مع بعض، مش كل حاجة بتؤدى لوحدها. الحاجة الثالثة إن قطاع الصناعة يا فندم بيمثل شريك أساسي، إحنا بنسميهم شركاء النجاح أو شركاء الحلم بالنسبة لنا في جميع عمليات التدريب وخطط التدريس والتقييم، تحديد مواصفات الخريج، وده شيء مهم جدا، وبدون قطاع الصناعة الحقيقه ان الجامعات التكنولوجيه هتفقد جزء كبير جدا من معناها، لان هم نهايه الخيط فلازم هم يبقوا وده يا فندم يودينا احنا عملنا ايه اول ما تورينا المسؤوليه في جامعه سمنود التكنولوجيه. بالظبط زي ما سيادتك تفضلت بالقول، يعني احنا ابتدينا من النهايه، بمعنى احنا اول ما الطلاب استقبلنا الطلاب وزعنا عليهم استمارات كنا مصممينها حوالي 400 استماره حسب اعداد الطلبه اللي جايين لنا، ومكتوب فيها انه يحدد مواصفات الخريج. طب بيحددها منين سيادتك؟ كان المفروض بياخد الاستمارات دي وينطلق الطالب بيها، وده جزء من السلوك اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده، انه لازم يروح ويعرف يتعامل مع اصحاب المصانع واصحاب الورش وهكذا، وبدا ياخد منهم حضرتك مواصفات الخريج المناسبه لسوق العمل. ومن هنا بعد ما جمعنا البيانات دي عملنا لها تحليل عندنا اعضاء الهيئه المعاونه اعضاء التدريس، وقدرنا نخرج منها حضرتك بمواصفات الخريج طبعا المناسبه للتخصصات اللي عندنا في الجامعه. ده اللي حصل. ممتاز جدا. طيب خلينا ننتقل بقى للجامعه واللي بيسمع دلوقتي. الجامعه طبعا بتنقسم لعدد كليات، وفي طبعا تخصصات كليه الطاقه والصناعه يعني اللي حضرتك عميدها وبتتشرف فيها. ايه المواد اللي يعني برضو عشان انا بسال الاسئله الطبيعيه اللي ممكن بيكون قاعد ولي امر يسالها، بيدرس ايه؟ جامعه سمنود التكنولوجيه هي لحد دلوقتي حضرتك فيها كليه واحده بس، اللي هي كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه. كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه فيها ثلاث تخصصات الى الان، اللي هو تكنولوجيا تشغيل وصيانه الغزل والنسيج، تكنولوجيا الملابس الجاهزه، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي. في نقطه مهمه بس، ان الجامعات التكنولوجيه كلها مش نفس التخصصات، التخصصات تختلف على حسب البيئه المحيطه، وده طبعا مهم جدا عشان توفر التدريب العمل اللي احنا اتفقنا عليه. مزبوط. يعني انا عندي في وسط دلتا معاق الغزل والنسيج، فمتوفر حكايه التدريب دي والملابس الجاهزه، فبالتالي ده مناسب جدا بالنسبه للمكان اللي انا فيه. فيما يتعلق بالقبول عندنا، احنا بنقبل لو حد بيسمعنا وعايز يلتحق معانا دبلوم فني 3 أو 5 سنين وما يعادلها، ثانوي عام علوم او رياضه وما يعادلها، لحد المعاد السنتين. طبعا ده كله حضرتك بيتم عن طريق مكتب التنسيق. طيب عايز اسال حضرتك برضو نقطه، لان برضو انا بروح للنهايه، لانه لو المواطن اهو بدانا نجيب على اسئلته بيحب يسال في النهايه، هل انا الخريج ده انا فعلا هخرج هلاقي في سوق العمل بما اني اتدربت في المصانع دي وهكون كفء وهكون ليا اولويه؟ لان دايما الناس لما بتفكر في حاجه جديده بتكون طالعه ممكن بيكون من مميزاتها ان انا مثلا اوائل الخريجين بجامعه سمنود مثلا. تمام يا فندم. رؤيه الجامعه يا فندم مش بس اعداد خريج قادر على تلبيه احتياجات سوق العمل، لا، احنا حلمنا اللي هو رؤيتنا اكبر من كده. حلمنا ان يكون خريج الكليه بتوعنا والجامعه مقصد وقيمه مضافه لسوق العمل المصري والاجنبي.
بمعنى انا عايز انا بعد ما اخرج الطالب حضرتك الناس تتهافت عليا، مش انا اللي اخلي الطالب بتاعي يدور على فرصه عمل. ده الحلم اللي احنا بنشتغل عليه من اليوم الاول، وان شاء الله باذن الله هنقدر نحقق الحلم ده ان شاء الله، واحنا مع حضراتكم وهنلقي الضوء اكتر على الجامعات التكنولوجيه. نقطه بس صغيره يا فندم، بس جامعه سمنود التكنولوجيه بس في موقعها، بس انا بس عشان الناس، جامعه سمنود التكنولوجيه يا فندم هي تجسيد حقيقي الحقيقه لمفهوم العداله التنمويه اللي بتتبناه القيادة السياسية والدولة المصرية، اللي هو إن كل مواطن له نصيب من المشروعات القومية الكبرى. الحقيقة دي جزء مهم جدا لازم الناس برضو تاخد فكرة عنه، بمعنى إن ده مشروع قومي كبير مقام في قرية، والقرية دي تبع مركز سمنود في قلب الريف المصري. الحقيقة ده موقع أنا شايف إنه موقع مهم جدا وموقع عبقري للغاية، بيتميز بحاجتين رئيسيتين. الحاجة الأولانية إن قرية بيهبيت وما حولها من الريف أهالينا الجمال بتمثل الحاضنه اللي حضرتك الاجتماعيه والشعبيه والمعنويه للجامعه. احنا كتير جدا حضرتك بنشوف مظاهر الامتنان والشكر والعرفان للناس اللي حوالينا من ان ازاي الدوله المصريه قدرت توفر لهم جامعه في قريه، دي حاجه غير مسبوقه حضرتك. طبعا ده بينعكس عليهم كمان في اهتمام تنموي، اهتمام اعلامي، فرص عمل، كل حضرتك الخدمات المنامه والامن و و كلهم من ابناء القريه. كذلك برضو تعليم مميز حضرتك مميز وقريب ليهم. طبعا ثاني حاجة ان القرية حضرتك او موقع الجامعة اللي هي في القرية انا في معقل صناعات الغزل والنسيج والملابس والتصنيع الغذائي. انا اقدر ان انا ادرب الولاد بتكلفة قليلة واوفر لهم فرص تدريب حقيقية، وده اللي بيتم بالفعل. نعم، حضرتك كلمت على نقاط هامة جدا من عدالة اجتماعية وعدالة توزيعية وايضا فكرة وجود طبعا بالقرب من الناحية يعني الجغرافية للمكان. فكل توفيق لحضراتكم، وبوعد حضرتك ان شاء الله برضو ان احنا نكون داعمين دايما كاعلام ونعمل دورنا في التعريف بالجامعات التكنولوجيه. كنت معنا هاتفينا الدكتور وليد رسلان عميد كليه تكنولوجيا الطاقه والصناعه بجامعه سمنود التكنولوجيه، شكرا جزيلا لحضرتك.